عنده معاه قناة تصفيها قبل أطبل. شنو تسيرك لهذا أخبار مداخلات التراب؟ وشنو تسيرك لو شوارع مسخين؟ شنو أخبار ما شفنا نظافة ولا شفنا شيء؟ مداخلات مزاد خالقة والناس الدور التراب. أراني شاكرك على هذا الأسئلة قيمة، وراني شاكر هاو الجماهير على الشمس اللي حارة اللي جايين رافدينها على دمقتهم. قضية مباليت أنا والله ما عندي لها شيء، بيا اللي أنا من راسي جنيت، بيا اللي أنا مباليت حمد المولانا. واللي هو قضية الماء، قضية الماء كيما قلت أنا مولي ما عندي لها شيء. أنت سمعتي مخلوق مولانا ومبات راقد البلي، ولا عندي إمكانيات البلدية باطة كافي حالها عن سؤالها ورق. والله إلا قدام هذو الجماهير ما نبقي نقرهم، مباليت ما عندي له شيء، والما ما عندي له شيء. انت سمعتي وقضية التراب مولي ما عندي له شيء. انت سمعتي وراني شاكركم على حضوركم، ولي 3 سنوات نتصل على الحاكم ولا يراه إلا راكي بيلي بيلي، ما يراه ما ذوك الرئيس اللي مشاورنا ويقارب. الحمد لله اتصلت عليه وعقب قبضني بعد ياسر من الاضطراب وبعد ياسر من الكآبة، هو ما يجبر الحمد لله، وقال لي عنه راعي جاي وطالب منكم لا تحركوا إلين يجي الحاكم، يا كان يعطي مولانا يحل لكم مشاكلكم. أنا عاجز ماني قار حد، عاجز عن مشاكلكم، وزرقتوا علي شاكركم عليها ورجحتوني. يا قار ما عندي لكم شيء، ما عندي لكم شيء. تو الحاكم اللي هو جاي ولا يتطرحوا عليه ان شاء الله ومشاكلكم، وذاك اللي قاعد يحل منها يدور يحلوا، وذاك اللي ما هو قادم ولي يدور يقولها، وانا ما عندي لكم شيء. شاكركم على حضوركم هذا القيم، والحاكم يدور يجي هذه اللحظات بالطريق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. جيت روح ما اعرف شنو يا قال بعد انا احضر قومي تدور كوبر. السلام عليكم السيد العمدوي بعد الاولى قاعد ايش طال ما شاء الله الحمد لله. انا اللي اشي من ذو المواقع جاي انا زاد مالي لاين احضر، شفتي الطفله مش قدرت عدل لا حق انا جبرت جاي انا مالي دار كان ايش برش. انت عندك موقع؟ والله عندي موقع اخبار، هي عندي موقع قال الهرطقه هو اللي داير فيه صور الحاكم. لا اقدم لها شوره هي ان شاء الله، ولكن لا يقسم لك مولانا دار تجبر قيم دار ان شاء الله وتعالى وعدل لك ذاك اللي مونك عندك كامل ان شاء الله. لا قيم الحاكم مالي هو جاي الحاكم. أرانا مرحبين بك. أنا رمباتي يا أختي تكايش ندور نطيها لك. الحاكم بالك لي بالك لي الحاكم يا ربي حل المهراس يوم رباتك ندور نطيها لك. الحاكم أرانا هذا الخلق هذه المشاكل المتراكمة، هذه المشاكل المتراكمة السيد العاقم قد يحلها لك يا أختي ندور نطيها لك. لا تفضحينا عندنا مسؤول كبير السيد الحاكم، أرانا هذه المشاكل المتراكمة ما يقدر يحلها ما وانت وحمد المولانا اللي جيتنا يا اخوتي تكايسوا انتوما هاكو الكلام حايلو لك. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أراني مسلمة للجمهور قايتكم متعدلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أراهم المشاريع دور ينطرحوا، راني أعطي كلفت بهم الحاكم، ما عندي كلف يوم العمدة ودبيته وراني إن شاء الله. هو إذا خلاني مولانا ما إله هنا نبخلكم رواية أسوية سني ولما راه ولا يدخل غدا إن شاء الله دور يدخل دور الناس كاملة تشرب إذا خلاني مولانا، ومتوقف لكم بألاتكم كاملة ما منها لكم على مولانا إن شاء الله. لا كامل متوقف لكم فيه ودور يعدل إن شاء الله على حسن جوار حسن مسؤولية وتوف، وإن شاء الله ولا نبيكم ملي بناية في السماء. أنا لا نعدلكم البنايات في السماء بوي، أنا ماني إخباري منك بوي، أنا عني بوي أقمزتي تتقمزني عناش ماني واكل ياني شرب. إن شاء الله ضامن هاركم على مولانا يدور عدو عندكم قصور في السماء
ان شاء الله ان شاء الله. البنايات الضعيف من الخلق لا ينبني له في السماء، والقوي ما لا ينبني له في تخوم الارض. انتم سمعتوا هذا كامل فيكم على نبي حاكم ان شاء الله الى خلاني مولانا. يا سيد الحاكم الدال على راسك شنو؟ هذا السيد قفارتي، وهو قمت عشان هو سك طفيلتي عندي ودرت على راسي تو. يا سيد الحاكم البصرة الدار شنو ما؟ يقول لها بصرة طفيلتي تو ولا بصرة تبقاو؟ أنا ما نشوفش حتى. يا سيد الحاكم الدار وأنا تياي شنو؟ هاي كرفتي وهذا الخطوطة خطوطة الحاكم. خطوطة. يا سيد العمدة هاي السياسة الواحد فيها ورق، سياستك شنو الواحد فيها ورق؟ هذه قال له سياسة خروطي. يا سيد العمدة الناس عطاشة وجياع. من يا عمدة أنا كحاكم خليك إن شاء الله تي لا طيب خطوتي. أنا قالطة. إيه تي قالطة ومعها فالطة. أيوة زين عندي زين حتى. يا سيد الحاكم هون في مشكلة من سابق الاستقلال أخبار التراب ما بيتحل، ما عرفنا مشكلته شنو. قالت قلت حنا المشكلة. والله ان شاء الله برانتون وهي شيء الى اعطيني تواخذ. والله اللي نقدر نحلها قبل هي مكتوبه طيب بعد اللي صلحت الدوله ان جاءت. مرحبا لايك الحكه. الله يا وليدي مالك هيك ايش برضه انا مولانا. الله يا وليدي ما تعرفش كان انا اعرف انت حريبي. انا قايل حريبي اخوتي حد انا قيس خريب. هذا هنا من السابق شين قالوا الاستغلال قد حليت هنا شين ترابات هون وحدين هون. شوفي لا سكشون لا زسار هذيك الرياليتي دو كومبارماليتار هذيك للمخطط زار دو سوسيال هذيك ده ترحيل سكشون سلاري هذيك كوردانسار مالي مع سبورت سندماتون زنتمان ديريكتور دزا هذيك سوسيال لرياليتي دو كومبارماليتار بروفي. هذا وعقب ذاك قلنا هنا سيدي فيليتاسيون سالار هذاك لوريايتي دي غوفرنمون البريزيدون دازار هذاك دي الخروطي سوسيتي زانسال مالا. وشوف هذا بعد هو اللي هون مكتوب تبارك الله وقطع عليناه هون من السنه الماضيه. وهذه المشكله ذاك ان شاء الله بالذات الدور تنحل إذا خلاها مولانا دور تنحل. قلت لك أنا الصقاع لا يسوي لقاع سولة يخليك إن شاء الله. خالقة واحدة هنا قالت إنها لأنها لأن مسروق لها شيء وانجبر عند العمدة. ما اختار نعرف ذاك المسروق له وشنو مسروق له شو يجبر عند العمدة. هي سمعت بأخبارها بعد جانا أخبارها ملف وين هو ملف رعوة عندي هنا تيا جاني أخبارها بعد إشكات مسروق له فليجدار ومسروق له ملاحف ومسروق له شمال رمبي وتسوف. والله لا والمسروق له إن شاء الله أنا إن شاء الله. إن قال لي حاكم الخروطي. السلام عليكم. كيف تعدون وشنو؟ أنا متواصل مع تراب امي تراب اخبارها منك. هذه امي ترابي انا من دار الفراعنة وانا هنا تيا ليش ما ترابك امي الله الا ترابي امي الله الا ترابي خليها لي ابويا وابويا منك. السلام عليكم. مرحبا يا لباس سخير يا مرحبا وسهلا مرحبا لباس الحمد لله ما شاء الله لباس الحمد لله تبارك الله. وش طالي فيك انت يا لباس سخير يا لباس والله انا لو اتقني لك يا والله ما رايتك. وش طالي يا لباس يا خير يا لباس يا خير ما شاء الله فتبارك الله وش ما سي العيون
ما سل عيونش ما سل حول كام ياكل ما سيء ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أنا أخويا ما نعرف أنا جسوك في سوسل ما نعرف إنك دا جاني عم سوشر كي يهدي وبين الحبو والله والله قال أنا فكت سمعت والله قال هذه قال هي الولي والله الله ما جاي قلت له حق من انا اشد فيه الله حق قلت لك قايل لك اني بعد افطر عني بعد منين يعطي مولانا تخرج لي كروايه لا تعود ان كريميل ان بي اذا سيرت تعرف لو كوب سوب de l'épandation il est pris voilà hein je non et tu كان الصقانه شكن قال ويا قال حكيت القضيه بي حاجه الله او حين شوي تلفوني هذا وش لك النبي حاجه اولا تلفوني حالا تلفوني والله بداني من عرف قالوا اي شيء. السلام عليكم. سيد الحاكم تش حالك ياك لباس. ياك الخير. طاري ياك. مرحبا مرحبا. حاجة ياك داف الخير. اقول له اعمل لي نمرة. حق بعض. جاتني مقطوعة تنعاي وقعت عملها. حول ولا قوة الا بالله. يدفع. لين في ذاك قروة. اللي تعطيني نمرة عدنيان. لين اعطيك نصيب من وين فتي من بعد. صحاب ايه ما احتاج سيد الحاكم انا قال لا توصي قاعد حارس عندك مشكله يا ولد ولا ابدا الله اي شنو قاعد يجي تصح ما اخذ انا اذا تنقى منها انا قاطعت نعايد انك تشوفي بعد اللي في ذاك المولانا السلام عليكم. وعليكم السلام سيد الحاكم ايش حالك لباس؟ ما شاء الله لباس الحمد لله هذا خير ما شاء الله تعرفتني ما والله واني ما عرفتك انا جايت اخبار استدعاء اخبار التراب متنازع على رجاش على اخبار التراب والله هي انت هي والله انا زويقي صرت اقول له فيس قوة انه ما الله احد قاعد يشكي من التراب توفيت الله قريب أنا نبعد حتى الصحيح. حق الله. والله. لو اشتري فيك يا كذبة. يا مرحبا ما عندك مشكلة. ما عندك مشكلة. شفتي البارك اللي انت فيه كامل اللي حوت حوتك. وذاك اللي يزوركم من الباركات كامل اللي يعطيكم أنا. يعني عندك لك أي توقيع إن شاء الله. ولا عندك أي مشكلة طاح لك أي شيء قال لك لك هالشيء. ولا عندك أي مشكلة. ما عندك أي مشكلة. وأمر طول بين العين فيكم. والله ما عندك اي مشكله لي بارك سوسيتي انتندان دي زانسيل avec les tantes en bac سوسيتي ان فياز دي زانسيل لا فامي ترو جولي بريا دي زاكسان سيير avec les trad ما عندها مشكله هذا كامل اعطي له ما عندها مشكله بالنسبه لي انا حاكم اعطيها كامل والله كري اندان سوسيتي هاي كاشة من الأجيال أعطيها يعني لكل عندك مشكلة طلب كامل لكم توم واني بك مرحبا ما عندك مشكلة مشكلة ومرحبا بك السلام عليكم سيد الحاكم عليكم السلام مقطوعة نعال خالط علي تضحك الأخبار بيغي أنا بيغي أنا أه تقع عندي أنت منه السيد الحاكم حاني أقول لك أنا قاصدني عاد أنك تقريب أنت الموج بتعطيني مولا من دار الفرع أنا وأنا والله أنا من دار الفرع أنا والله جاي مقطوعة نعال جاي بتعطيني مولا من دون نطيها لبا أصوي بعد أن تعطيها للسيد الحاكم من دون نطيها لبا بيغي أنا أقلع عنك هذا قيم